بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة أصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. استغفر الله استغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام. اللهم ارزقنا الفهم. آمين. نحن عايشين في أصعب الأيام. يشير الأحداث قرب يوم القيامة. حق. الله سبحانه وتعالى يقول سعيد الله اقتربت الساعة من شق القمر. حق. ناس في فهمان في بالعكس لا يفهم. الله سبحانه وتعالى بيّن للأنبياء عليهم السلام أن سوف تقوم ساعة ويحشر الناس ليوم الحساب. هذا مذكور في كل الكتب المقدسة وكذلك كل الأنبياء عليهم السلام قالوا وفسروا وفهم عباد الله عاقبة الأمر للبشرية في الدنيا شو بده يكون آخرهم. على ما أفاد إلينا رسول الثقلين سيد الأولين والآخرين هو نبي ورسول عنده نبوة والرسالة. هو القرآن الكريم. أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبالأخص مؤمني عرب، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حق القرآن العظيم كلمة خفيفة، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، خلاص. أيها العرب، فكروا على هذا الأمر، أنه فيه خبر ما قبلكم من ابتداء بشر، كيف بدأ سيدنا آدم وذريته، كيف بدأ وانتشر تفصيلا مذكور، وكذلك معلوم أول الدنيا كيف بشر نزل على الدنيا، كيف بدأ الأمر في الجنة، له تفصيل يعني آلاف الكتب ما يسع. خبر ما قبلكم من بدء سيدنا آدم إلى يومنا هذا، خبر موجود في القرآن الكريم، كذلك نبي نبوة، أنه أخبر من الغائب شو بدي يأتي على الناس في الدنيا، كيف بدو يتبدل يتحول من حال إلى حال بشر على وجه الأرض، ثم كيف بدو يكون آخرهم، مذكور في كتب السماوية بالأخص كل الأنبياء خبروه أو أخبروه، وأربع كتب المقدسة، قرآن عظيم الشان، توراة الشريف، إنجيل الشريف، الصحف سيد الراوي مذكور. أحوال الدنيا بداية وإلى أي جهة بدي يروح ويقف أمر، كيف يبدأ وكيف ينتهي أمر في الدنيا، تمام. كل البشر يعرفون، كل المؤمنين، كل أهل الديانات يعرفوا هذا، ولا واحد من أهل الكتاب ينكر، حاشا، كلهم يعرفون ويعتقدون ويؤمنون به. سبحان الله العلي العظيم. فنحن الآن في عهد نبي آخر الزمان، هذا عهده، حيث بده ينتهي إلى نفخة الصور، حيث
تقوم الساعة مذكور عند النبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. ما ترك ربنا جل وعلا شيء مخفي أو مختفي أو بدون فهم، مفهوم كل شيء مش مغلق في ابتداء الدنيا وحياة الدنيا ينتهي إلى يوم القيامة يوم المحشر. ثم رب العزة يحاكم عباده يحكم فيهم إلى الجنة أو إلى النار. هذا خلاصة. ولكن أيها المؤمنون، شيطان مش جالس فارغ وراء البشر وراء المؤمنين الأنبياء والأولياء وكتب السماوية، قصده إفساد بني آدم، إفساد حياتهم وعقائدهم، وأن يكون عاقبتهم في النار. هذا سعي الشيطان، فهل معه تلاميذه. مذكور في نبوة آخر النبي آخر الزمان أنه سوف يكون هكذا وهكذا وهكذا. أيها المؤمنون، خذوا حذركم من شان حذركم، تحذر، خذوا حذركم من شيطان وأعوانه وإغواؤه. خذوا تدبير حتى لا يمسكم أي ضرر في الدنيا، في حياتهم الدنيا أو يوم القيامة. هذا خلاصة اللي يحكي، يمكن أن يحكي كل أهل العلم هذا المسألة، هذا اللي يؤمنون به كل المؤمنين. هذا تفصيلا مفصلا أو مجملا مذكور يؤمنون به آدم وأولاده جميعا، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام وأولاده وأولاده أنسابه إلى نبي آخر الزمان، هذا مذكور. ومطلوب من الناس أن يؤمنوا به، واجب عليهم أن يعرفوا ابتداء الأمر للإنسان وكيف بده ينتهي آخر الإنسانية في الدنيا. إلا الله. إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. قولوا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنجو تنجو هنا وهنا. هذا كم كلمة هطرمتمك كيرة للبشرية جميعا. الله. هذا يمكن 10 دقائق اللي قلنا تذكير لكل البشرية. حق. هل يدبر كل إنسان حال أحواله هنا وهناك؟ هل يريد أن يسعد في دنياه ويكون أهل الجنان إلى الأبد أبد العابدين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. آمنوا به أيها الناس تنجوا في دنياكم وفي آخرتكم. اللهم ارزقنا التوبة يا رب، ارزقنا الفهم، ارزقنا الاتباع، ارزقنا الإيمان والعقيدة اللي نزل على الأنبياء عليهم السلام، خصوصا نبي آخر الزمان. الحمد لله رب